ويفتتح معنا أشواط الصعوبة. هناك تواجد 12 شعارا، بنت الباذ والذيبة وشواهين مشكورة، ومصيحة وسلهودة وهدف، والشاهينية وحبيبة، والشاهينية وبراقة وتومة. هذه هي الأسماء التي تتواجد من هجن عربية الأصيلة. ألف الصنقل آتية الإشارة وانطلق الشوط الرئيسي المخصص للبكار الصعوبة لرحلة ومسافة هي 1200. انطلقت هذه الأسماء وهذه الشعارات وهي تبحث عن الناموس، تسعى لتكتب تاريخا جديدا بجيلا جديدا من لجن عربية الأصيلة. هذا هو شوت التفرد والتميز، هذا هو الشوت الذي تعلم فيه حكاية الشوت وروايته. أسماء حاضرة، أبدأ وأتعرف وإياكم، أراقب وتابع الذيبة. أمبارك بن سيد الخيارين ينطلق بالذيبة المركز الثاني. يا سلام، وصلت بنت الباز لسعيد بن جابر بن ستان في ثاني المراكز، ثالث المراكز وصول دخول الشاهينية. خليفة بن عبد الله بن عي العطية ينطلق في ثالث المراكز، وهناك اسم وشعار ينطلق معنا. وصلت دوما، راشد بن حمد الكعبي ينطلق بدوما، ولكن نبقى مع شعار الخيارين الذي اختار المكان الأول مكان له ليكون هنا حاضرا مع البندقية والوشاحة. وهناك نذكر بأن أفضل تيم لغو بيرق بكل الأشواط، لغو بيرق لأفضل تيم. ولكن يا سلام، وصول بنت الباز سعيد بن سعيد بن جابر بن ستان، وصول لدومة راشد بن حمد الكعبي. الله الله الله، 100 متر أخيرة مع أشواط التميز والتفرد والتميز، استديو المعجزة النادرة. ولكن الذيبة، مبارك مبارك بن زيد الخيارين اختار لنفسه البيرق، اختار لنفسه. هناك البندقية والوشاح ومادة الزعفران. المركز الثاني وصلت بنت البادي جابر بن ستان، ثالث المراكز وصلت دوما لراشد بن حمد الكعبي.